فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل زار شقيقه في بيته ولكن لم يجده في البيت، بل وجد زوجته ومعها أطفالها الصغار، فهل يدخل إلى البيت لأن معها أطفالها أم يجب عليه الرجوع؟ والأطفال اللي دون البلوغ ما يزيلون الخلوة، ما يزيلون الخلوة، فلا يدخل حتى يأتي صاحب البيت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.